عندك انت كده بشوف انا كان ورا في الأرض.
الأوضاع ممتازة. لا في وقت يمكن أعرف لو بلاش تاني جديد لأنه ولا أسكع عبدالاش يمكن أستوعب. طب الشهادة مفهوم آخر خطة في القرص في شكل في أقوى كتير اللي بيشتغل كل الأونلاين كل السوشيال كان مطعم في ويا ما تاخدش كلامي لايتلي أنا قلت مش الأساس إنك تقرا نظري في هذا الامتحان لما تخلص تبقى تقرا نظري بس مش العكس تقرا نظري وتتفاجأ إن مفيش وقت تحفظ الانسيول دي عاوز اقول لك كام عشر ورق عشان تعرف تجاوب كده في طبعا اسئله كويسه كتير يعني انت عارف يا بس في شويه ما عندكش انا فكره عنها لان السؤال ده مش له علاقه باللي احنا بنقوله ولا بالموضوعات حاجات كتير فاهمين كيف نعرفها بسوء التفكير و الصغر من الاجابه وانا عارف مفيش اجابه لان هو من ده اذا بتطلعوا الاسئله ومفيش اجابه هو مفيش اجابه ما نطلعوش هم الاسئله ففي بعض ناس في الجامعه بتجيب لك بس طبعا ما قاليش انت لو ذكرت سبحان الله التذوق يختلف يعني طعم الاكل يتغير مع ان انت فقدتش التذوق انت فقدت الذكاء لما ذكرت هم مرتبطين ببعض اول حاجه القراءه امبورتنت والبنش لا تنسى ان الذكاء ليل والذكاء بريزنتيشن ده اول احساس حطه ربنا في اللور فورم والعيش يعني الجبال مثلا لا بتشوف ولا بتسمع كل حاجه ماشيه في الشارع لدرجه نفس كان لو واحد على فوق الاحمر الدكتور ليه في البشر هو رقم واحد مش احنا رقم واحد هو اول عصب طلع من البريق اللي ده بيمثل اقدم احساس موجود في اللوحه دي الدكتور ليه ده ايه الامبورتنس الدكتور ده قرار يتعمل لفليفر وفود فعلا من رائحة الأكل اللي تحس إن دي وجبة شهية ولا وجبة نايم ترتاح عنها إذا فعلا أنا في الأكل نفسه طبيخ نفسه تاني حاجة إن الإستنشن فور جاسترو الكلمة دي مش هابط جاسترو وفاينل فانكشن كل العصارات بتطلع الهضمية بمجرد شم الأكل حتى ريت المثال بعربيات رائحة يزيد لها هو ده الوظيفة والمعدل انك انت شايف لكن كل العصارات بتزيد لرائحة جيدة للطعام بس تبقى من دي عشان تفهم يعني ايه التنشن في الضغط والزر ناس بالفطرة يقول رائحة يزيد لها اللعاب يعني الريحة طلعت لعاب شغالة في الجنة انت شايف الصغيرة النجيلة عزيزة انما كل الاضطراب بتجيب الشمله
A very dangerous liquid and volatile solid. طبعا الرائحة بتقدر تزعق فيها هل تأفويد ولا تشد. رائحة كريهة بتقدر تنفذك وتبقي. ساعات تبقى مش موضوع انها كريهة. ممكن تبقى ضارة. لان لو هتشد حاجة حرقة زي الامونيا او مش قادر توقف انها تقام. ده بترتيب الصابون ده. لان الأفويد هي دينجرس ليكويد والبروتايل طالب فانت مش عاوز تشمها. طيب. ليد ايراد ان سيكشوال بيهيفير. ده في الانيمال اكتر يا بيه. لان الانيمال فيه فتره تداول. اسمها ايست فايتنج. اللي هي جايه تحس بايست وجيت هتقول الكلام القوي جدا. المعالج بالدوره الحيويه. ايست فايتنج مين يخلي هناك الانيمال اللي هو الايستر. جينيسيس والايست فايتنج. طيب في فتره التداول ازاي الذكر الانيمال يعرف ان غلطه الانيمال دي هيبقى التداول؟ تلاحظوها كده لوح الشمس دي مش في بول مش كده بعيد منطقه المؤخره ذكر مش عمال شمس فنعرف فيها جهد ولا لا يبقى الانفكشن مهم في السكشن بيجر في الحين الانسان ليه دور طبعا في رائع مثيره ورائع يعني يطبق الانسان ففي دور بس اقل يعني بعدين نبقى خمسه تريجر لونج تيرم نمبر الشم ده الذاكرة فيه طويلة جدا والمدى عشان ما نقعدش تبقي جنبيها سمك تاني عشان تكون ناقص هم أشممك مرة واحدة في حياتك سمك ريحته بايظة أقول لك بص بايظ يقشر لأنها كوميديا بايظة اللايف بعد 20 سنة تبقى السمك ده بايظ الشم ما يجيش أبدا خلاص يبقى لونج تيرم تكتب المثال عشان بعد كده لما تيجي تقرا مش هتبقى مش تبقى فاهم ليه ليه لونج تيرم سمك زي كتبت رائحه هتديله لها والفاكتري اللي قلنا انه الفاكتري كاتب سؤال ماذا يناسب شرح بيزيد ونتكلم عليها في ست نقاط غريبه النقطه الرابعه هي المهمه لو مره جت النقطه اما بيبقى في الحيوانات مش كل الليزر بيكون ده كونتاكت بيكون فقط ومسطح الطارق يعني 5 سم عند السوبير وكونت الناحيتين ده الحته اللي بتشد انما مش كل النور بيشد لا ده بيشد كلمه كوره ممكن زي كوبيا معناها محاره قوقعه ده معنى كلمه كوب في الاناث تطير جيد القوم. طيب ليه؟ الحته دي سبلاي ليه؟ الفك نير اللي هو رقم واحد الشيل اللي هو اول عصر لكن سبلاي كمان بيل برايفت يعني لو واحد عضك قرمط في مناخيرك ما بتحسش بالفك بتحس بمين؟ برايفت صح ففي عصبيه هنا فك نير برايفت النقطه الثالثه في 3 لير موجود في عندنا الفاكري سيلز ودي بايبولر سيلز طيب الدندرايت تعمل 5 ل 6 فيليا كده ده الدندرايت وبعدين في اكس عشان كده بتصنف الفاكري سيلز بايبولر سيلز سرفايفنج ناس تتغير كل شهرين بتغير الفاكري سيلز جديد ده بيقولوا لي ايه دي تحتهم جنبهم دي تحتهم دي تاني يبقوا كلام ما تحتهم دي بيزا التاني دول اللي اتقال منهم الفك التاني الجديد البيزا التاني ده اللي بيعملوا نيو يسمى ده سؤال يسكيو عشان في التيت التيت بتاعته بيعملوا من التحتهم التاني برضه صغيرة مش كل 60 يوم كل 3 4 ايام انما بيتاكل الارض والسيمو بيغيروا مين من البيت اللي تحتها البيت بيغيروا هيك طفوق اللي ده كان حطيت عليها سؤال الفيديو اللي دول بيغيروا من البيت بس نقطة رابعة بروبرتيز اوف كونتاكتري سيلز اللي عليها مهمة دي المرة الوحيدة اللي جاي السؤال ده جاهز بروبرتيز كونتاكتري سيلز
في سبع فورم. واحد تنسين تنسيني تنسين، يعني مهما كان تركيز القدرة التنسين الغليل يدفكت ان حصل تغير تغير تنسين تنسين. طيب بعد كده هنقول انه الديسكريميشن اوردر هاي ابيليتي، يعني اكتمال جوار هاي ابيليتي. ليه؟ لان العبد ده يعني كده بيتخبط في ثيوري لازم هنعرضها على الناس اللي ده بسافر ثيوري بلا كداتا. مفيش سبيشال ريسبتور لكل الاحساس. مفيش ناس، يعني احنا بنشوف مليون لغه بس مفيش مليون فورم، هما ثلاثه واي لون بيستغلوا الثلاثه المواد المتفاوته. والتوريد هي اللي بتدي احساس اللغه. طب نفس الكلام في الهيري، برغم انه في الهيري فيه 20,000 وطن لكن الهاي فريكونسي ما بنشغلش الشورت بس، بنشغل الشورت بس من الكيوين، بنشغل كل الفايبر، نفس الفكره. اي بيتش ما بنشغلش فايبر واحد، بنشغل كل الفايبر بدرجات متفاوته. فمثلا الهاي بيتش اكثر حاجه بنشغلها اللي هي الشورت ايه؟ فايبر، لان مش صعب لان هم هيطولوا كل. نفس القصه في الانفكشن، ان مفيش ريسبتور لكل الرائحه، ان كل ريحه بتستميت كل ريسبتور وبين التوليفه بتعرف الرائحه، ونفس كلام في التاني. وعشان كده الى ان تقوم الساعه في الوان جديده بنشوفها بيعملوها، اذغان جديده، روائح كل مره طلعوها جديده في التيت 8 حتى من اقل طعم جديد. يبقى التنوع الرهيب ده جاي من هذه الثيوري اللي هو كنت عاوزين نشوف الدروب، والا اجلس كان بتناقش مع ناس ثانيه عشان يروح كل النظام. يبقى نعيشها ونشوفها مدى صلاحيتها، بس انا شغل ده بيطلع صح. انه في السبيشال سنسز مفيش ريسبتور لكل احساس، انما شغاله بطريقه التوليفات. يعني في ثلاثه كروت بس عندنا مليان الوان، كل يوم بيستفيد بثلاث درجات متفاوته. والانغام نفس الفكره، كل نغمه بتحرك كل الفايبرز بدرجات متفاوته. وفي الانفكشن نفس الحكايه، عشان كده هاي ابيلي مش كل يوم بيطلعوا ريحه جديده، ما لهاش سته جديد، هو الريحه بتشغل تعمل توليفه جديده، هي دي احساس مختلف. فالى ان تقوم الساعه هنشوف الوان جديده ونسمع انغام جديده ونشم روائح جديده ونتذوق طعم جديد. لان موست لايكلي بقوله ده هيطلع صح، بس زي ما اقول ما اقدرش فجاه كده هتطلع في دماغي فكره، لابد تديسكاس مع ناس ويقول لك ايه اللي اجلس وايه الاعتراض هم عايز يسجلها. ده في عوامل انا بقول لك موست لايكلي فيك ده هتعرف فيها شغل اكتسب شويه. ده ديسكريميشن هو ده بيتغير ايه؟ والسؤال عاوز اقول لكم على فكره، ان احنا عيب هنا على الحياه. زمان عندنا احساس ان اي حاجه خاصه بينا دي لازم الحوار ده هو اللي هو الحوار الاساسي، انما احنا مش كده. مش الوقت. الوقت. احنا مش الاخبار دي. الشخص تبقى عندك كونفدنس في نفسك. وقلت لكم يا اما الحوار ده بيطلع حمار وطلع حمار. وهوريكم ان الفار هيطلع حمار كده، الخوارج مش ناس نوع. لما قال ان الفار اذا ربت الكونديشن. غباء. يعني انا الفار كده عامل فيه فار كده. فهمتكم ان الفار مشهور مش هو اول شيء، دول اسود دول اسود. الاسود جيت فوق فالاسود فوق كان لازم يعمل دي توريش عشان طلع حمار كده كان مصري. هوريكم مره ثاني ازاي الفار حمار. الفار ابوت كونديشن. وهحكي لكم مره حتى لو كنت بدي جامعه امريكيه وطالبه ايرانيه
وقالت الكلمات هتسعى الجوال بحكيها تاني. وكان الكومنت غريب بتاعتني بروفيسور بيشوف تيتشر بروفيسور بالضبط، كان الكومنت بتاع كده فأنا يعني خلي عندكم الثقة في نفسكم. احنا افكار مش اقل منهم، نفس المؤمن استخدمه بس استخدام صحيح، مش هم عندهم موقف واحد دول مش كده خالص. فاذا تعلمنا ان الكونسبشن فاي ليه عشان تبدا نفسك الى ان تقوم الساعه هناك واحد، لان الموضوع مش على الكاميرا، موضوع توقيفات. لكن ممكن تحرك نهاجم الحياه في الوان جديده، نغمات جديده، روائح جديده، صعب جديده. لكن خد بالك بقى اللي بعدها، الديسكريميشن انتنسيتي هي اللي عندنا لغه ويك. الانتنسيتي هي اللغه ويك. بمعنى لو انت من رائحه معينه حطيت بشع معين على وشك، فالاثنين ما اقدرش اميز انت حاطط واحده ولا اثنين. مش كده في البروفايل بتاع استخدام البرفيوم يا تحط كميه قليله ويكمل كده. يا عاوز نعرف انك حاطط كتير ولا انت غير نفسك. اللي الديسكريميشن انتنسي بيتاثر بداية فيو كونسنتريشن قليل اكتر مثلا. لكن مفيش حاجه اسمها كل كميه هتحطها هتقدر تميزها. الانفكشن مفيش كده. انتنسي الديسكريميشن دول الادابتيشن غير ياخد علاج. كلنا عارفينها، اللي بيحط بيرفيوم بعد الخمس دقايق هو مش شامل نفسه، الناس اخدت بيرفيوم بتاع الحقيقه هو خلاص الاحساس بانه رائحه البيرفيوم ضاعت. يبقى اذا انها علاج دي ادابتيشن. بس الجديد بقى الادابتيشن مش بس على مستوى الفيشن اللي خدها، وعلى مستوى السنتر كمان في الانفكشن دي ادابتيشن. سنتر ادابتيشن طيب بقى غباوات الامريكاني اللي بنلعب فيه لسه وقت الغباوه كامله فيه. يقولوا امر سيبتو يعني انت ما وصلوش اللي بيقول عدل ده. وامر سيبتو ريسبونس تو ري غلط. فكبينا بالعكس. ريسبتو بيستجيب لكذا غلط، هي مش كده، هي وان اوردر. كل ريسبتو لدرجات متفاوته لان الموضوع في الاخر توليفه. يعني مش قادرين يربطوا بما حدث في الفيجن وحدث في الايه؟ فالتيل بيتصور ريسبتو ويستجيب اكتر من اوضه، هي مش كده؟ لاي اوضه يستمريت كل ريسبتو، في درجات متفاوته، ومن التوليفه تطلع الاحساس بالرايح. عشان كده كل يوم هيحبونا ريحه جديده، توليفه جديده. دي غباوه بسيط لسه وغباوه كبيره جايه في بس عشان اوريك ان دي ما بيفكروش صح 100%. بس نيجي بعدين الادابتيشن الابزوربشن تقولك ماتيريال. يعني كل سيكتور فيه بروتين هنا يمسك فيه ماده من الشمال وتدي ريسبتور بوتنشال فغير كهربائي عشان يدي سناب اكشن بوتنشال. يبقى الابزوربشن الاتفاق للاوفر ماركت بتدي كهربا ريسبتور بوتنشال. اللي بعدها مفهومه الامبليتيود بتاع الكهرباء دي بروبورشن تو الانتنسيتي سبيرت. بيقولوا بقى كده ان كل ما الانتنسيتي سبيرت تدي كهرباء اكتر فيطلع عدد اكتر من الاشياء والاشياء. دول السبع مفاهيم. يبقى الانتنسيتي اكسبيريشن الديستريشن اوفر هاي ابيلتي. ليه؟ لان احنا بقى ممكن نربطها احنا بين اثنين دي تتفهم من عليها خمسه اللي هو كاتبينها غلط. طب خد ايه مع خمسه؟ ليه عندنا قريب ان احنا نشيل روح كبيره؟ لان كل رائحه بتستجيب كل ريسبتور بطريقه دي متفاوته كبيره من العكس ان كل ريسبتور بيستجيب كذا يعني ده بالظبط لو جم في الكلر فيجن وقال لك كل فوق بيستجيب لكل الالوان دي ما عملوش كده. ما قالوا كله بيشغل كذا ريسبتور بطريقه دي. هو لحد دلوقتي الاوبرا الامريكاني ما فهمش ان دي لازم تبقى جايبين ان دول اثنين سبيشال عاوز تحفظ سته مع سبعه اثنين كهرباء ان لازم تتشابه لما تمسك ريسبتور في الكهرباء والكهرباء دي متناسبه مع قوه الاستجابه.
الالكترو جاب اللي هو الكهرباء بتاع المنفاشه الالكترو فاكتو جاب الدايركت اكسبوجر تو ذا انتنسيتي اوف 3.5 فكر فيه ازاي هتوصل لمعيشي شكل الا لو انتقل من هنا لهنا يبقى لازم تبقى ولا طالع او لازم تدوب في النيوك في النيوك السلوك يبقى لازم تبقى هو الطريق ولازم تدوب في التيل نمبر اللي هو ايه يبقى لازم تبقى دي في الطريق حاجه ما تتطورش ده الايجاد زي ما تشوفوش مفيش حاجه منه كتير شوفوا ازاي لازم عشان تشموا حاجه كتير معاك يبقى لازم يبقى هو طالع water soluble and liquid soluble. بس في ليش يا مزاج في الكلام؟ ده سهل وتفاعلي. الأدرا الفارشن باين تو ريسبتور أدرا باين بروتين. يعني المادة اللي هتشمها هتفتح مع بروتين ده. خلاص؟ هتأكتيفيت الأدينايل سايكليت فاكر الأدينايل سايكليت؟ وقلنا اهم طريقه من اكتيفيت الادينايل سايكليت اللي هو عن طريق الجيكوتين. ده قلنا دي الطريقه الاساسيه. وفي حاجات بتكتيفيت الادينايل سايكليت دايركت. لما خدنا ازاي نحطها في الاندوكراين. بس معظم الحاجات اللي بتكتيفيت الادينايل سايكليت تبقى فايا جي بروتين. ولما بتكتيفيت الادينايل سايكليت هتطلع فايا جي ال بي. خلاص؟ اللي هو هيعمل ايه بقى انتاج ال بي ده؟ هلاقي شغل يا اكتيفيت بروتين عشان الزميل وقع نقط كثيره هيكتيفيت بروتين فالبروتين ده عباره عن ايه؟ يعني دايت اند شانل هنا هيكتيفيت شانل صوديوم شانل هيدخل الصوديوم وما كملش الزميل يعمل دي بولاريزيشن كذلك الجمله هيفتح الجزء اللي فيه الكانسر شانل يدخل الكانسر يطلع كانسر تنشيطا وبعد كده خلينا شخص التطابق كده وسام البيع ما عرفش ليه. يعني انت في الاخر لازم يطلع كيميكال ترانسميتر. يبقى لازم يبقى في كانسر، يبقى لازم في ديبوزيشن، تاخدها بالعكس. فعشان كده دخلنا الصوديوم. تاني بقى. يبقى الاوفر ماتيريال ريسك بروتين. اكتيفيت الادمان فاكليت دايركت ولا بايا جي بروتين وده الاشهر. غالبا معظم الحاجات الاكتيفيت ادمان فاكليت غالبا مش دايركت غالبا بل احنا عملنا موضوع كان اسمه جي بروتين فاكر قلنا هو الجلاتي بروتين يعني في منه سكريات وفي منه ايه وقلنا ان كان قطع جي بروتين ايه ده هو عايز ايه فحسب تحليل الكلام صح وقلنا انه انت اللي عرفت انه يبقى ماسك مع الوالدين طاير ولا طاير ومعظم الاباء ده بيشتغلوا جي بروتين طب اللي في الاخر قلنا ان الشهر لما انت تنزل ما بيعملش بروتين ثاني يعني بروتين اكتيفيشن والاكتيفيشن ده هيبقى الحاجه دي يعني الدرايف والشن انا بتذكر بس بركب اللي هو كاتبه في السياق العام عشان تبقى فاهم مش حاطط الكلام ده معاك هو بيكتيفيت صوت الشن يدخل الصوت اللي نعمل دي بروتيشن ما كملش الكاتب يفتح البوت الجي الكاتب ثاني بيدخل الكاتب يعمل له بيت كده بسيطه ده ليه بوت؟ تيست وسمعت عملي سيمبل تيست هتقعد عملي بتاخد البن عشان تختبر الشاي البن البن بتاع القهوه وعايز كل ده انت عارفها لازم حاجه ثانيه ما انت مش هتديني حاجه انا ما اعرفهاش هي كده ولازم تبقى نار خفيفه وقالوا لكم بالعملي لازم تقفل
نعم يا أختبر قلنا نعم على حاجة ولازم تشد لأنه الهواء ما بيدخلش لايك للكونتاكت اللي فوق هو أساسا بيعديها بمثل الاستمارات دي فلازم تشد كده شد هنا انا هشرح لك عامل بإذن الله وهوريك الأسئلة اللي انا عملت ازاي بقى على الحلم وبعد كده هي يجي نختار مادة منطقة زي ما نحط لها هنا حوالين منطقة الف الجزء الكبير كل الناس عارفاه ولازم يبقى منطقة الف وفين الناس بقى مفاصل لو قلنا ان الفاكتري اللي جوه دي سبلاي بيلد الفاكتري وين؟ طيب انا عيال ما عنديش الفاكتري يبقى فاضل لي طيب وقلت لي امونيا حاجه ايه؟ جيت اشم امونيا عامل تريتيشن سبلاي يبقى انا جيت لورا رحت بعد ورا فانت قالك ان انا ايه؟ سميت وانا مش هبت انا لعبت ورا تو افويد تريتيشن او ماي جيم مش لان الباك مش شغال فلازم تستخدم ماده نون ايرتال تو افويد تريتيشن او فاجب الا العيال هيبعد ورا فانت تتصور رهوبه شام هو ما بيشيبش هنتقلق بالعمل طب الاريتيشن في الطوائي جيبنا الزيتي كم حاجة لطيفة مصطفى في الهدي ثلاث حاجات الطوائي 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 جيبنا الزيتي ثلاثة والثلاثة مخصومين ده محصومش أبدا وسيد المذكرين فكر حاجة ايه اللي كانوا مش عاوز اخدها يبقى لازم اوقع في النهر طب واللي خدته لازم ارميه لان ده ارث اديني اعطس لسه في بقايا اغسلها بالدموع لان الدموع ما بتنزلش كلها على الخدود ده طبعا هيبقى الصوره بنت بتجيب الاكل والبط والبربر والله دي حلوه قوي قوي انها بتغسل دول حلوه البطاطس برضه يبقى الريتيشن اوف فايجمنت بيعمل كام حاجه؟ ثلاثه منطقيين ما تاذوش مش عاوز اغسل واللي خد برميه نيجي يبقى اغسلها بنت الإيدينية في الباتيكان بيعرفوها من الضربة
زي ما الرتب العسكرية من يحطوه على السجن فالوقت بتاعهم هنا معلوم المنطران المنطران بيبقى لابس بتاع ليها اثنين عشان كده كل حاجه ليها اثنين يسموها مايكرو سنس. طب خد بالك دي بقى مفيده ازاي؟ اذا كان في مايكرو سنس يبقى الاكشن بتاعها هيدي ميديا كونتاكت ريسباير اند لاتر ريفكت ريسباير. انت قلت مايكرو مايكرو اللي كانت حاجه دي اثنين ميديا ريفكت واي اللي هو ميديا ريفكت ريسباير سباير عن الخطوط ولاتر ريفكت ريسباير. هنا الميديا ريفكت ريسباير احنا قلنا لازم الاكشن بتاع السكند اوفر نيورون يكونش اللي هو ده اللي هيكروس الهوبل. طيب الميديا الميديا اللي هو اللي بيكروس الهوبل طيب بيروح فين ده؟ بيروح للميديا ريفكت اريا اللي هي انتيريو تو هاتي بارت ده بريمتيف باث واي ده موجود من زمان قوي بدايه اللي هو رائحة يسيل لها يعملها كرايزيشن هو ده المسؤول عن فكرة ان الشيء ريحة حلوة يقعد يجي واليك ايه؟ انك تقعد كده مثلا حضر شفايفك طلع شفايفك بعد الشم ريحة حلوة ده العلم يعني ده الميديا الفات زي ده الميديا الباث واي ده اساسا زي بريمت الباث واي بريمت ده واضح على كلمه بريمت اللي حطيتها حواليها ده ايه؟ بريمت الريسبونس بريمت بريمت يعني ايه بريمت؟ يعني الحاجه اللي مشارك فيها الانيمال الانيمال لما بتشم ريحه حلوه بكام لما ناخد تجربه سيكولوجي بيحصل له سيكولوجي خلاص؟ تاجر اكسبيرت انا قلت لما شمموا حاجه حلوه طول ما اتجرب بعد كده لما طول ما اتجرب ده بيحصل له وعر. المهم الشم بيعمل طرديشن وازاي الكلب في النتيجه الاكل كويس عمال يلعب طلع في المنطقه. يبقى اللابرا ايه ده اللي عايزه ده اللي هو اللابرا الفاتش شوية ده بيروح لحتتين يبقى رقم الساعه اللي هو فين؟ اللي فيه فرد وساكن جوه النيورون صح. وبعدين السكند اوفر يوم بيدي ميديا الباث واي والهيكل باث واي والهيكل باث واي ده اللي هنقابل الاثنين دي بقى اللي يروح لاتر الانتاكت الاريا اللي هي حتتين فاير ريفور وبري فاير ريفور ريفور يعني يكون متر اللغه احنا خدنا في الهيلينج اويل اويل يعني ايه؟ الزيتون هنا فاير ريفور يعني يكون متر والاميجدالويد نوكلير اللي هو الاميجدالويد نوكلير اللي موجود الناحيه الثانيه كورتيكال بورشن اوف اميجدالويد اميجدالويد يعني اللوز اللوز عارف بالنص دي كنت لازم هنا ده انا حاسبها انا اول في صحيح انا في مكان جو في بوينت جو وجو والكلام اللي جاي ده دي الاميجدالويد يعني لوز يعني بنتكلم كومنتريا واللوز وده لونه ده بيعملوا ايه؟ لايك اند ديس لايك بوز ديبندينج اون باست اكسبيرينس. طب الثانيه بقى الاورد جاندر كوكس هنا اورد جاندر قايل ايه؟ اورد جاندر دول لوراها يعني الاسكان ورا ورا الاسكان الحته دي دي كونشس اناليسيس وجود كونشس اناليسيس وجود كلام يبدو صعب بس هو مفهوم اول حاجه عليك كل واحد فينا كل واحد فينا في اشياء معينه يحبها لايك واشياء ما يحبهاش بس هو ما يعرفش ليه بيحب الاكله دي ليه ما بيحبهاش ما بيحبهاش انا قلت ان هناخد السيكولوجي اكتر حاجه بتتحكم في الانسان الانسان عنده ثلاث انواع من العقل كونشس مايند سب كونشس وهيجيبوا لهم في جدول ايه الفرق بينهم وانكونشس العقل ده واحد ده اهم حاجه بتتحكم في تصرفاتك وليه انت ما انت عليه هو الانكونشس مايند ان حاجات حصلت في الماضي الصحيح شيب يور بيرسوناليتي خليك على انت نفسك ما تتذكرهاش عشان كده سموها انكونشس مايند
لو جبت مجموعه من الباحثين دوروا في طفولتك هنعرف انت لماذا صرت على ما انت عليه. تمام؟ فانا اديك مثال هنا لان طبعا دي اكبر حاجه، مثال حاجات مهمه قوي في التدوير مش في الاكل، حاجات اهم. ان انت 100% الاكله اللي ما حبيتهاش دي اول اكسبيرينس ليك معاها كانت مش كويسه. انت مش متذكر دي. واحنا قلنا ان الانفكشن بيتنازل باللونج تيرم ميموري. لوحده. اللاب الكمبيوترية وايه؟ لولا هما بقى اللي بيجمعوا الاكسبيرينس. طب الماضي الصحيح كانت التجربه بتاعتك لهذه الاكله مش جيده. فاستقر في ذهنك ان انت ما بتحبش الاكله دلوقتي، ما انت تدري ليه انت ما بتحبهاش. بس لو دورنا وتبعنا الخيوط والتطبيق انت مش فاهم ان قلت الانكونشس مايند ده هي الحاجات اللي هي شكلت تصرفاتك وانت لا تدري عنها شيء. بس انا هقولها بس في حاجات اهم. اهم عقل بيحكي لماذا انت ما انت عليه مش الكونشس والسب كونشس، الانكونشس مايند. احنا خدنا النهارده اكثر مثال فيهم في الانتكشن. انك انت في افلاك بتحبها وافلاك ما بتحبهاش. بيلد على اكسبيرينس. استقرت هذه الاكسبيرينس فين؟ في الكومنترا والنودا. يبقى الكومنترا والنودا يقول لك انت تحب ايه وما تحبش ايه؟ بيلد على ايه؟ اكسبيرينس. انهي مايند بس مش هنكتبه الانكونشس مايند. وفي قول هذه الثري ان احنا الانفكشن فيري لونج. طيب. نيجي بقى قوي وفرنسا. حلو دي. فرنسا اناليسيس وقوه التحليل الواعي للروائح. دي بقى الجبال لو الحته دي عندك متظبطه ممكن تخليك مليونير. في شركات التجاري العالميه والمدوره وما شابه بيعملوا خلطه معاها. لازم التجاره دي مزاج. لازم الناس اللي بتشرب سجاير كل مره تلاقي نفس النكهه ونفس الرائحه اللي بتبقى موجوده في السجاير الارض ده بيقول عكاز. ففي واحد ياخد ملايين الدولارات عنده الحته دي متطوره عن بقيه الناس. الاوز الضغطي. يبقى بعد ما يخدموا الخلطه يشمها. يعمل كونشس اناليسيس تحليل واعي للموضوع. يقول لا ناقصه كذا حطه كذا. ناقصك كده حطه كده لحد ما يضم فاضي الخالص. انا كبير صاحبنا كان في الشركه الشهيره المكان. دلوقتي يقول احنا بناخد 1000 جنيه من زمان وغيرنا. 1000 جنيه مش وحش في الجامعه زمان خالص. كان هو بياخد 100000 في السنه. انا باخد 1000 في الشهر هو 100000 في السنه. وانت رحت له جاب شغلته شمال. يروح ده 100000 ده حاجه بسيطه بالنسبه للمنطقه هو بياخد 100 دولارات اللي هم لو عدلوك ده هو 100 ان عنده الحته دي بس متطوره شويه انه يقدر يعرف من الشمس يعمل اناليسيز ايه اللي ناقص عشان تتظبط الخلط ومثلهم الطباخين في الجوبيلات الكبيره بياخدوا عشرات الالوف في الشهر لانه بالشمس بيقدر يظبط الاكل. وانا ليا صديق بتاع كل ده بتاع يعني طبيب بس عنده دي مقدره ما بيستخدمهاش بيكتب من طب ده عنده مقدره رهيبه فعلا يعني زاد عن احد من فقراء الدين عادي يشمها يقول لك كل الانجريدينت اللي موجوده في الاكل حاجه رهيبه يعني يقول لك الشخص ده او الراجل صديق له ان انت لا حاطط كذا وكذا 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 اعمل كونشن اناليسيس الخام فدي مش متطوره في كل الناس في نفس الموضوع. لو عندك الحته دي متطوره هتعمل فيه كونشن اناليسيس الاوركسترا. انا
انا بقول سافرنج انفكشن، كان لازم واحد يرفع ايده يقول ايه انت قلت لنا ان اي سافرنج انفكشن لازم تتكلم عليه خمس نقط. ثالث سكن ويرد وقبلها ريسبتور وبعدها سافرنج. انا مش شايف خلاص الست اللي شغال فيه طول الفرن. لانه الفاكتوري سيل دي وده سؤال مشكوك مشهور جدا وورد وايد هو ريسبتور وهو في نفس الوقت الفيرست اوفر مود. يعني الفاكتوري سيل احنا قلناها فيرست اوفر مود وهي في نفس الوقت اللي بتستقبل اوفر مود ده بتشتغل كريسبتور وكفيرست اوفر مود. وسؤال مشكوك مشهور جدا مين ريسبتور الفاكتوري سيل مين الفيرست اوفر نيورون والفاكتوري سيل؟ دي سؤال لما جبت كتير ازاي؟ ازاي؟ تبقى فاهم؟ جبت نتيجة الفيرست والسكند والسكند. تبقى فاهم ليه انا ما حطيتش التقسيمة دي تاني؟ ان ده الوحيد اللي ما بيروحش للطلبة بسرعة نمرة واحدة الفاكتوري. وان ليه ما اتكلمتش على الفيكتور؟ لان الفاكتوري سيل يشتغل كفيرست اوفر نيورون ويشتغل كفيكتور. انت عاوز تعرف ايه المعلومة؟ السوماتيك سنسيشن الفين ريسبتور نفس القصه لان الفيرست اوفر يوم هو دور ضروري جنبي والبريفرال اند اوف دندرايت دي بتشتغل كريسبتور. يعني الدندرايت بتاعت الدور ضروري جنبي شغاله ك ريسبتور. يبقى برضه لو قال لك هل في خليه ثانيه بتشتغل كفيرست اوفر يوم وبتشتغل كريسبتور؟ اه الفين الدور هوم نوم بتاعت البيت فيل سوماتيك وما يعادلها بالسبيشال سيل انفكشن. طبعا الجميل مش موضح الكلام ده في الكتاب على الاطلاق وعشان كده قلت ان انا زعلان ان انتوا كلمتوا تقولوليش انت قلت اي فات وهي هتتكلم عليه فات وهي كام نقطه خمسه فلازم هو نيوم مطبوخين بالسبت ومعقولين بالسبت. انت كده اسقطت نقطتين ما جبتش سيل سيل اوفر نيوم او ده الوحيد نمرة واحد اللي ما نروحش للطلب. وما جيتش جبت ريسبت بدأت على طول الفيرست اوفر نيورون. لأن الريسبت ريسبت اشتغل كان ريسبتور تشتغل كفيرست اوفر نيورون. بعد كده عاوز بقى ايه اساعدك في الحفظ شوية. الفيرست اوفر نيورون واحدة الريسبت ريسبت. السكند اوفر نيورون رقم هي السكند رقم بتاع اللي هي لان هي تو سيلز فاستد ومايكرو فاستد ومايكرو. حتى الفاستد دي اللي خلت السيناس من الفيرس والسكن يسموه الفاكتور دومينانت. هي اللي خلت ليه بيسموا السيناس من الفيرس والسكن الفاكتور دومينانت. طب المايكرو يبقى في فاستد ومايكرو. مايكرو اوريدي كان قابل لكام؟ الاثنين في ميديال برانش اللي هو ميديال فاكتور سكواير واللاترال فاكتور سكواير. واللاترال ترجع تنطاق الاثنين يبقى رقم التسع اللي في السكند هو رقم بي. يا رحت للكونترايه واللولا يا اما رحت للاورد والفرنتال ايه؟ خلاص الميديال دي بتاع البريمت دي موجوده في الاجهزه. الاجهزه لما بيشم اكل بيرسل اربعه طالبين وبيقعد يعمل ليك بريمت في مصر. خلاص يبقى الميديا دي بيرفكت. طب نيجي لها اللافه دي عاليه شويه الكوميدرال نودا دول بيشوف ايه؟ السايتورم والامبيرويد لايك اور ديسلايك بيلد على ايه؟ بس الجديده دول عندك انت ما عندكش انت لما انقلك ولا عارفش ما لعبهاش ولا اللي بيتحكم فيك هو الاندروجين واي. بس لو بحثنا واي انت وصلت لما انت عليه اللي هنلاقي الاكسبيرينس. اما الحته دي يقع في انتهى كونشس اناليسيس اوف
فلاحظ من فات وين الصعب. لكن هوضوا الثلاثة هنا تاني مع بعض. فلس اوضر نيرون وهو في ذات الوقت ريسيبتور والساك ويسلس حاجة واحدة. فلس واحد وسكن ايه حلو. فلس واحد وسكن وما فيه ثلاثة. ترانزاكشن فلس واحد وسكن وكل حاجة فصلت كده اثنين وما فيه ثلاثة. الفلس الله صعب لو انت مش فاهم قوي هتكتبه غلط هتلاحظ ان في حاجات صعبة مش فاهم. الله ده احنا ازاي ما سالتش؟ ما قالوش فين الفلس؟ ما قالوش فين الفلس؟ او بعبط تروح حاطط القاعدة العامة اللي انا قايلها في الطلبة. ما الفلس واحد وسكن اثنين وفي ثلاثة. الفلس وسكن الفلس. الفلس وسكن الفلس. وسكن اثنين. فصل فصل تل ومايكرو تل فصل ان مايكرو والمايكرو دي تل دي تو برانشز اللي اسمها مايكرو يبقى ليه تل ان؟ لا هي الفصل سبراير دي فريم دي بتعمل حاجتين ترانزيشن اند دي تل. انما الاقوى دي بتنقص من تل دي عندنا هنا رايحه للفايفورم الاميجدالا لايك اور ديسلايك كوميكا واللودا كوميكا واللودا بتحب ولا ما بتحبش؟ بنت على اشبيلا والحته الغاليه قوي اوبتو فرانك مسؤول عن كونشس اناليسيس اوف اوب يعني فجيت له يكتب ان الريدكشن من احسن الاماكن اللي هو ستيت فورميشن لا لودا يعني ما بين الفيرست والسكند في اكسلنت ستيت فورميشن يا ريت تكتبها على الانستغرام وتلاقيها في الكلام. يعني كان في احنا طيار وانت بتقول درايف وذا سكند اوردر اهي عندك حته فاضيه هنا تبني بين قوسين اكسلنت ستيت فورميشن. اكسلنت ستيت فورميشن. لان ده بيفكر ليه الانتكشن عنده فيري هارد سبيد. يعني بالاقل ليه هتشيك. لان في اكسلنت ستيت فورميشن. يبقى في حته ثانيه بجيب لك فيهم اكتر من انفورميشن. الروك زي الفيجن والانفكشن. ده اهم سؤال على الاطلاق والانفكشن هو من اصعب الاسئله عاوز فاري فاهم قوي عشان تفهم قوي. يعني اولا ان الفيرس اوفر نيرون بيشتغل كفيرس اوفر نيرون ريسيرش. فاهم سريعا ان مفيش فيرس اوفر نيرون فاهم. فاهم ان في اكتر من انفورميشن للفيرس سكند هو ده اللي خلى اهم ميزه في الريدكشن سنسيتي فيري هارد. ده هناك كان الرول سنسيتي فيري هارد بس في المايك كان سنسيتي فيري هارد مش شاب لان في اكثر سبيس فورميشن ما بين الفويس والسكن. يبقى الثاني التأثيرة بقى الثالث واحد الثاني ثاني والثاني اثنين طب ثاني ومايك. طب المايك راس كان قصدي الاثنين يا ريت يا فاكر شويه بيجي فيلم فيلم تعمل بيها حاجتين، تجري تاني. دعاء وعمال يباطل الشبايب، على فكرة ده اللي يجي معاك. الأفرة تنقسم لاثنين، كومتراية ولودة، كومتراية ولودة، بتحب الكومتراية ولا بتحب اللودة؟ لايف اوف انت لايف، بيرد على فاس اكسبيرينس. وأغلى حتة أوربيتو فرانسل، أنا مش شلتها 100 مرة، أوربيتو فرانسل، أوربيتو فرانسل. كويشن أنانس الأوربيتو. مش اي مره جيت من الكابتن بس انها باي كومبيوتر لو مش فاهم تماما بيقول ايه. لما تيجي كده كارين السؤال بعض الناس مش فاهمه وقالوش متوقعات اللي هو ده في البيئه دي فطار يجي لي نص رص قوي الكلام ده. ما الاخر ده؟ انك ما تشربش يبقى ده كان قلت دي الشمس ملهاش علاقة بإن صم، إن صم يعني ما تنامش. تانية بالآي، بتاع شبه منها، إن صم. ده في العالم عنده حاجة بتسويها. ما أنا قلت إيه؟ إنما ده آن أوزن. أوزن يعني شمس، آن أوزن يعني لا شبه، زي آن أوزن، لا نظر. هايبوزن. هايبوزن يعني يفيد الإسبان. زي ما هنا عندك كوم كوم. دي اوزنيا يعني ستيل سمال. وده يوسف الكلام يقول عبد الله. لو انت في اي لخبطه التوليفات ما تطلقش، ده عمل الوان.
فتشبنا راح ضرب الموضوع اساسا مش كل الزفت اللي كل ريح ده توليد لخبط طالبات تلخبط اذا تلخبط الوان تلخبط الشمس انا دايما بس نبيه كلام نكتب هايبر اوزيا بس في يعني هنتكلم عليها اهو مش كده بس هي مهمه في الطب بس طبعا يعني عاوزه فهم عميق قوي عشان توصل لهذه الحاجه ما كتبوا عليها هحكي عنها بعد اخر 200 في الانفكشن طيب ايه اللي نقدر عليها الانفكشن يكون از نوت تايت اكسبوست ذا فلو الانسبار ايه حط لها هو ناقصه اهو او الانسبار الانفكشن يكون از نوت تايت اكسبوست وفلو الانسبار ايه عشان كده قلت لازم تشد عشان خاطر الاخلال على الفاكتور يجي بعد كده يقول لك ايه الحته دي هم اكتبوا معلومات يلا فاكتور الكودا از ديستنجويش من سراوندينج الفاكتور الكودا في الاخر ايه الفرق بينهم وبين الفاكتور الكودا ان فيها دوامان جلان صح والدوامان جلان دي تطلع يروش وبراون بيجن قلت لي انا حوالين براون براون بيجن طبعا انت عاوز ريحه تيجي انها غشيشه فمش عاوز تسميها بعيد بل اسفن اوريجنيك هي اللي دي دي لما تضرب ما تضربش يعني ايه انت عاوزها دي فانت قلت يعني مش في مطار الصافي لازم تشوفها قول بقى الاستورج انت استفدت لي مع امبارح مع يوشي قال لكم ايه بقى على الباوزنج والبراوند دي يعني ليه؟ كل اللون موجود انا بس يعني ممكن شو المعلومات اللي بقولها مش متاحه للجميع في سؤال بس انا متوقع ليه في داونم بنطلع دراما شديد؟ طب انا مالك من وجهه نظر الزوجي والزوجي والرب وكده وانا عارف في البطن هيكون المرض وانت وظهوره التكبير. حتى في البطن هم مش هيبقوا عارفين. بص معايا انا شفت الزوجي وما ضربوش يعني قلت ليش ما ضربوش. بص معايا دلوقتي احدث نظريه الانفكشن هي لم يذكر عنها شيء عندنا خالص على الاطلاق. بتقول ان انت اي ماده تشمها لازم تبقى هم عايشين جوه المايه متطايره. يبقى عشان تبروفايل لازم تفايبريت. لو لازم تبقى فايبريت عشان توصل. طب في انهي جزء من السبيكترم؟ السبيكترم عندنا فيه لايت مرئي. الفايبريشن بتاعته مرئيه وفي قبليه انفراريد وفي بعديه الترا وايلت ده غير مرئي. هل انت شايف الحاجات اللي شايفها؟ لا يبقى 100% الفايبريشن فريكونسي بتاعتها يا في الانفراريد يا اما في الترا وايلت. الإجابة في النظرية الجديدة هي في الإنفراريد. فاكر تأثير الإنفراريد كان إيه؟ فيه. طب الميديوم طقس لونه غامق ولا لونه فاتح وعشان كده بين في الشتاء والصيف. لأن في الصيف لون فاتح عشان يعني وفي الشتاء لان عشان يشد الإنفراريد. لكن الواي اللي يكون فيها براون بيجمنت. فهمت بقى الدولة ليه عامل براون بيجمنت؟ عشان يمتص الانفراريد اللي كل الحاجات اللي بنشمها موجوده فين؟ بالفايبريت. فانهي فريكونسي؟ الانفراريد اللي هي تمتص الالوان الايه؟ الغرب مش انت بتعملها للفطره لا في الشتاء دي عاوزه تسقع فبتلبس جانب عشان يمتص الحراره. في الصيف بتلبس فاتح. فعشان كده هي في الانفراريد فعشان تمتص حلو القدره الماتيريال الانفراريد بتمتص باللون الغامق دي سواء ربنا حط في الانفكشن الكودا براون سيل بتطلع براونش بيج نكمل ليه الزميل الفاضي ما كتبش هايبر اوزيا؟
يعني هي في مرض مشهور جدا بيعمل شم الجلد هايبر اوزي، ممكن تكتبها نفسك تحت الدلوقتي. الهايبر اوزي اللي بتحدث في الاديسون دي مشهوره جدا. فالزميل بتاع مرض باطنة هيقول لك ان من الحاجات اللي اخفلها الزميل في الاندوكراين، وطبعا الاندوكراين مش موجود المعلومه، ان ما جابوش سيرة ان العيال عنده اديسون ده يتميز انه يشم كويس قوي. عنده هاي الروح. ترى مرات بطيئة 100% الروح، ما تجيبوش تفسير انت تفسير. ان من الاديسون بيبقى فيه بيجمنتيشن. بيقل الكورتيزول فيزيد الاس اتش يعمل مور بيجمنتيشن. من ضمن الحتت اللي بتبقى بيجمنتيشن الريفاكتوري فود. فمقدرتها على امتصاص الانفراريد تزيد انها اغمى. This is why all patients in Addison disease have hyper osmy. طبعا الزيري غريب عندهم في الزيري، وزي ما انت شفت في الزيري هي اللي ملونها. الاستاذ اللي كنت بتقول لا اقول. يقول ليه؟ ليه في اختلاف بين الاستراب اللي فوق ده والاستاذ اللي فوق ده؟ ان في سنز معينه بتدهنها براونش تغمقها. عشان الحاجات اللي بنشمها لازم تبقى موقعي، يبقى لازم فايبريشن. الفايبريشن اختار فكره من ثلاثه، يا لايت بتشاف يا انفراريد يا اما الترا وايت بتشافيه. فشايف الحاجات اللي بنشمها شايفها ولا لا؟ فتجاوب معانا شايفها، يبقى تختار اي سبيكترم يا انفراريد يا الترا وايت. الاجابه الصحيحه في اي سبيكترم في الانفراريد. لسه قلت لي ايه؟ حلالي. بالضبط اي الوان احسن؟ وكان عشان ربنا غمى المنتبه الكويس عشان تنطبق الانفراد تتشف. لو الواحد اكثر تشم اكثر. طب مين قال عنده في البنديشن؟ قال لك واي هذا شو في الهوا؟ لو الحل الاوضح واي العاطفي ويعطيك مرض بعد اللي بيقول كلام اللي هناك افهمه كويس. مش رايحين نقرا مع الطلبه برضه تبقى تهيئ وتتذكروا في امراض باطنة. الاديسون هيقول لك العيان عنده هاي كروز. اسالوا الزميل الفاضل او ما تقولوش. قولوا ليه الاديسون عنده هاي كروز؟ هقول لك فوتها هتقولها المره الجايه. هيقول حاجه من ثلاثه. قول له لا انا هقولها لك. واي الاديسون هاي كروز؟ لان انت قلت ان عنده بيجمنتيشن. فالنجم اللي يقول لك احنا الله هو بيجمنتيشن. فقصرت اكثر على الفور بعد الفريق. لقينا في كتب في ايه الفريق ومشاكله؟ الفريق ايه؟
على حالة تنسل من ثلاثة خطوة ايه؟ لا اسمها ايه؟ كل مخترم ولا لا؟ انا مخترم مخترم فالإجابة انت بتطلع الطعم بيزاي كده الطعم بمعرض ده في ده واحد ما بستاتي جميل كل دائنة وها براعي كثيرة للتنور يعني كل واحدة كنتين تسبى براعي للتنور هو براعي للتنور هو شكل للتنور في نوعين من الخلايا في تيستس دي للتنور دي أربعين في تيستس هي دي بقى اللي كونكتد ليه نيرف اندنج بتاع التضارب وفي جنبها نيومرال سبورتنج سيل هي دي لما يتغير منها التيست سيل خلاص انتهاء النيومرال سبورتنج سيل هنعرف عشان هي دي بتتكون ما بتنتهاش بتوها على التيست انتهاء التيست كور يعني فيها ثقب من جوه هي مفتوحه خالص تبقى زي يبقى لسانك هتلاقي فيه ارتفاعات كده لو بصيت ان هي مطبقه دي اسمها جستاكلي فتيلي كل فتيلة فيها ليه تسبب كذا كرة كل كرة تسبب بروعة تضرب في نوعين من الخلايا تسل انت قولي تسل دي سيوش يسرين السيوش ليه انت متوقع حتى الشهر ان انت تضرب مطالب بلسان ده في الأمل بس مش فقط هل هناك براعي من التضرب في أماكن أخرى في البلد بس محل اتفاق لسان النظام ثالث في العلوم فلسان اليوتيوب انها مش قادره على النظام سبيشاليزيشن ده بدايه الغرابه لو كونسنتريشن ايتش تيست بوك ريسبونس تو وان اوف ذا فور برايمري تيست النظام يعني عندنا فور برايمري تيست النظام اللي هما واحدة تستعمل المالح الصوت واحدة الحلو السين واحدة الجسر المر واحدة الشعر الليل فهل في تركيز قليل كل واحدة بتشتغل حاجة واحدة ودي لازم أبقى بصوا ابتدى أهو مش جميل اللي بيتكلم مع مادة بعيد بس يعني بيتكلم هي بالظبط في الأبحاث فكان في إن هاي كونسنتريشن موست تسبق الكوز تمر بالون دي مره ثانيه يا جماعه هو مش الباص بتستفيد اكتر من دي هو اللي بيتكلم بيشغل الاربع خلايا بدرجات متساويه وتعالى بقى ايه طبعا هما لما عملوا هاي كونسنتريشن لقوا الاربعه بيشتغلوا بدرجات متساويه طب لما قللوا الكونسنتريشن برضه في يبقى اللي بتشتغل بيك تنقلها بقت اقل الخواجع انا ما بدأش الناس بتوعي ما جبت ناس دول اذكى ناس واحلى ناس انا كل ده بتكلم عن الخواجع اللي هم تعليم الخواجع
يعني العهد على الخواجة. فانا بس في الخواجة. خلاص خواجة والله. اللي هو كان يتنفس الغدالة. يقول لك ان الوقت بيستعمل اصلا بالسلة. هي مش كده. واي تيت بيشغل اربعة الفايت. فانا الثلاثة كل. شغل اربعة. درجات متفاوضة. وده التوليفة بنطلع بيه. طبعا. وعشان كده الى ان تقوم الساعة كمان الاعلان طال دي. طال دي. مش تقوم دي بقى. طال دي يعني ايه? في واحد فان او توليفة كده. توليفة. فمرة تاني عيد نفس الغداء بس مركبة شوية. انه قال لك ان الكتب بيستقبل اكتر من كده. بدل ما اقولها صح اللي اي كلمه تشغل اربعه برايمري بدرجات متفاوته. والغباوه ده من شويه قال لك ان النو كونسنتريشن مش شغل واحده بس. لا هو لما انت قللت الكونسنتريشن بان يا دوبك بانت شغل واحد عشان تلاقيه اشتغل في المهرجان. اقل. ويفضل غباوه في كليه. هنوصل اخطاها ونتفق. عاوز بس نادر العلم ما ينفعش واحد مختار يحضره لازم تتفق مع اقاليم المرحله. فاكر انا يعني كان وين لما قابل زملاء الافاضل امريكا بروفيسور ونتكلم فيهم ان ممكن واحد يبقى عنده فكره تكذب المميز ده من عمل الاسلام على طيب كان ريجنريشن ذا سايكل تيكس تو ديز يعني اللي نفسه بيظهر كل البيت. الناس اللي بيظهر كل البيت. انا عندي بس نقطة هنا لطيفة. عاوز اقولها لكم ده الموضوع يعني. فقط على بس في حاجة اسمها السموم البيضاء. بدون على بعد ثلاثة كلها مشهورين. سكر اختار الملح. ثم السكر ثم في الدقيق. الظاهر. يعني الفضل. سمعتها كويس؟ لسه من خمس ست ايام كنت بطالع احمد جواد فكان بقى الاستقرار استخدام الشرط البنك العالم يتسبب في وفاه 8 مليون كل سنه. وكان احمد جواد الخليج عاملين عليها هاله ومرجع ما اعتقدش كل العالم طبع عليها. الملك ازاي يحصل 8 مليون؟ طبعا مفهوم الملك يساوي هاي مرتين. احنا قلنا نص الناس في مصر الشباب في مصر 26% عندهم هيبقى فيكش الشباب والكبار 52% عوام معايا؟ وطبعا هايبر تنشن يساوي ديستراكشر كتيبي على طول من الفيجر يساوي هارت فيلر اللي المفروض ان الهارت دي تلاوي. فقال لك ان استخدام الناس اللي هو دلوقتي الى هايبر تنشن كده احسن علاج هايبر تنشن انك انت تريديوس كمان يعني. طب انت قاري في اليوتيوب هتبحث قال لك ان الجافيت بليف سرفايفنج ديزيز في الزوجه يعني النسبه دي كانت 10 12% عماله بتتجاهل منها وطبعا السكر طبعا السبب دي هو انك انت تاكل كربوهيدرات دي وسكر كتير الاوبيستي حتى بعض التعبير كده يقول لك انه متمشي مع علاج الاوبيستي في العالم انت عارف الاوبيستي من قبل ايه كان التنفس فمصيبه ثانيه وكتير في بروفيت ان انا ليه اصدقاء يعني كتير يقول لك ان انا ما بستطعمش الاكل ليه لما احط ملح كتير. الملح حتى يقول لك تعليم الملح بتاعي عالي. ولو قلت له حاجه فيها ملح قليل يقعد هو يدوس من عنده والسكر شر. معرفش ده ليه حاجه بره الموضوع. العقل ده كان يتمتع بهاتين مميزين، كنت احب احط ملح كتير واحب احط سكر. It takes you 4 to 5 days انك انت تقتلع هذه العادة المميتة. اللي هو عبارة انك تكبر وتكون جديد. فأنا عملت تجربة على نفسي. إن قررت أنا بدل ما أحط 3 معالق سكر على الشاي أو الشاي اللبن أحط معلقة واحدة. فأول 4 5 أيام كان طعم وحش حتى مقنع مش حلو. بعد 5 days اللي هو بتكبر. فطلعوا بقى على التركيز الجديد. فواصلين على التركيز بيتفاعلوا قال مش عارف دي معلقه دي كويسه جدا ولو حطيت لي معلقتين مش ثلاثه هتبقى فيها بقى ونفس الكلام عملته بالملح. الاول قعدت 4 أو 5 ايام حاسس الاكل ليه ده مش ملح. بعد 5 ايام بقيت لما تحط لي الكميه اللي كنت باخدها للملح حسيتها ملح قوي. خد خطبه تشينج افري 4 تو 5 دايز.
تكنيك اربع خمس ايام بس كان اللي بيحبوهم اللي عندهم هايبرتنشن او عندهم سكر او خايف يحفظوهم يعني عاوزين يعملوا بروتكشن مش لازم يبقى اللي هو لما خلى على العلاج اللي تحفظ ده حاجه مش بس خايفين يسووا العلاج الناس او كمان اليوم اللي عايز مكتوبه في نظام مصر بشكل من اسمه جاي هو الاخبار الاهرام يا مصر يا مصر مش هنقدر يوم الثلاثاء كمان والله عشان اوريك انت ده تعود انا قايل لك كده لا تفهم شويه وقال لك اذاكر بايو امتى؟ لان المياه المعدنيه دي بيقول لنا ازاي الله اعلم والله هي بتفضل قاعد في المياه المعدنيه وهم اللي لما هو انا وش بتقولي ده اللي هو كده ما في ناس ما عندهاش احلام الله اعلم هاي الابار دي واضح 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 هي صح واي شكرا في شيء ان انا اعمل بقى بتاعتي هم مش فاكر انا طب برضه الشركه دي بتعمل تقطير تقطير بالمال خلاص الاول المره دي يعني هقول لك روح حوالي ده الجواب بس الفكره الثانيه طيب ايه بس بعض الله حلو هم يقول عشان بعدين فجيه راجل مستشار في جبل فجيت عندها دي فخلت عندهم بقى بعد ايه بقيت مفضل دي اللي بتجيب الالوز انت مرطلع عشان بيه يعني يعملوها فديت لها دي فجيت انت المرأة اللي انت بتكون دي شعبها واحد مرار هي دي تلك انت بيهاجي التواليت بالضبط كده انت كان هاجي التواليت يعني قلت لها بص انت مش متعودة على الطاعة لا سبايك دي اقعد على مع الاطفال هتلاقي الطاعة يا علي ده بانك صغير ابني لايف دي يعني الخبر عاوزة بس عايزين نمدد ثلاث ايام عشان نتكلم عن العوائد والعادات المميتة والسكر كتير والناس كتير تكيو 5 days على الطعام اليوم just 5 days مش هيقف كده على طول وده نعم ريد الريفر سايكل تيرك تو داي تاني حاجة يو بيست راس ارايز جروب تاني حوالي 40 هناك كانت يجيبون الكلب انت لو تقرا الهيدروب انت دي بورد انما ملهاش قيمه العلاج انت هتتجاوب ايه الهيدروب انا عاوز اعودك مش بتقول لي بس كل حاجه عشان تقرا بطريق حاجه في الكون يقول لك اسمها اوفر ليف يعني واحد اللي بتقرا مش بنقرا مش جورنال هو هنا تو دي هناك كان 60 دي هناك كان بتطلع من البيت للسلع هي حاضر ايدي عليها ازاي تطلع من التطبيق دي ليش انا بس متطبق دي ازاي دي بتعيش 60 يوم ازاي بتعيش في بدايه وحكيت لكم قصه عليها طويله على الاقل في الشارع لان كل ما كل ده صغير طلع من النظام ده كنت عاوز اخد زمانكم تيست موديل دي وهاف فور بيس تيست موديل وي بنختبره بالاورجانيك كواليتي ده شغل وأقولكم في العملي إن لازم أول تنشي الإنتاج كويس في التطبيق عشان مفيش حاجة تحطها على مكان معين تتدخل إلى حتة تانية. 10 دقايق ومشي. انا جاي من اول ما عرفت عنا وقلت لك شو لك عرفت في الزمان فعلا بالفطره اربع اكثر من الفطره ايه ده كان ايه ده اللي قلنا كل دي مين قلت انا دي رقم انتاج ارقام ولا ايه هو عبد الله انا اللي دي مش علميه ثاني علميه ان الايس كريم ده مش بتاع صور هنستنى نشوف القران ده على انتيرو هاد فور ذا تايم انتيرو هاد فور ذا تايم اللي هو النازع اللي هو الحامض الهاجم المؤسس على البوستيرور و هاف اوف ذا تايم ورا خالص البيتا
الهيدروجين اللي هو الخالص ده بنحتاجه نبتدي نبيعه للخل الفينجر عشان تبقى فيش عمل ده كده ايه عمل اسمه ده لا مشروع ايه عدم فينجر الفينجر اللي هو المراره ورا خالص الباك وده طرد خلاص ده الفينجر وده بنحتاج له بالكافيين بالجزء بالجزء وتلاقيه حتى الناس تقول لك ايه حل المرض هتكلم شوي المرارة دي جوه في الحلق حلقي يعني الحلق جوه مرارة يبقى المرارة جوه انا بقى فضلت فيها سهلة توزيع الاربع صفات ماشية مع الزواج الزواج الطرفوفة اللي في الاول عسل ما بقاش شهر عسل الله اسبوع عسل 10 ايام عسل يومين عسل الطرفوفة اللي في الاول كل ما تجيب ورا الموضوع يعني يتسلم فجأة علم مالع فجأة بقى لازع وفي الآخر نورم روم حلم وروم يمكن نورم ونورم بيل مالع الله يبقى ده الجوارح حتى من الأول بس مرطوبة كده حلم كنا مالع كنا لازع انا عندي بيعه وعندي كل بيعه عندي بيعه وعندي كل بيعه هو بقى اللي مش كاتبه هو اللي انا هشرحه لك من فضلك انا مش كاتبه عشان تفهم الحته دي تذكر وتتابع الامر اللي هو مش هتكون يطول احنا عشان يطلع الكيميكا الكمبيوتر ويطلع بالكالسيوم في عمليه اسمها الكالسيوم طيب ده يدخل في ورا السكوت شانل يدخل عن طريق ورا السكوت شانل يا اما فولتج جيتد يعني دي بروزيشن يا اما بالليجن جيتد يعني اتحاد ليجن معه الجسم ده مش كاب يعني كلمات مقطعة بيشرحلنا حاجات تحفظ وعندنا حتى الطالب ما يسألش ايه يحفظ شوية حاجات وتلاقيهم في الورقة وخلاص ايه لقيتهم بالظبط الله عليهم مع ان الكلام بسيط لو اتشرح صح لو اتشرح صح ان اللي مش كاتبه هو ان مفيش ليك الكلمة البسيطة من غير كلمة الكلمة البسيطة وان الكلمة ده اعتقد طول كلمة بيدخل منهم يا هو مش جيتك يا ليه جنبك طب الفولتج جيت دي بتعتمد على الدين دولار ليه؟ قال لك وان تايب اوف تيك بيزود الجرافيتي ليه؟ صوديوم فلما ينقل الصوديوم يبقى جوه بوستيف وبره نيجاتيف اظن هو ده دي ده نوع من الاربعه النوع الثاني بيقفل البوتاسيوم شانل اوكي احنا وصلنا الدرس الدرس اللي كان جوه يبقى جوه بوستيف ومره يبقى مره اخرى دي كوارديشن النوع الثالث بيفتح صوديوم ويقفل بوتاسيوم يعني بيعمل الاثنين يبقى بوتاسيوم جوه ودخل كمان صوديوم يبقى برضه دي كوارديشن يبقى كمان نوع من الاربعه بيفتحوا الفولتج جيت الثالثه الشانل ثلاثه طب انا بقى هسالك اللي فوق البيعه مين يفتح الصوديوم؟ الصوديوم كوارديشن الصوديوم كلورايد مين يفتح الصوديوم؟ الصوديوم كلورايد طب مين يقفل بوتاسيوم الواحد جنبه؟ انا عند السوق اللي بقى سموه ايه؟ كاليوم لماذا سمي المرة 20 كاليوم؟ هل قصد يقفل نسيني؟ لا عرف ان الهابل مسؤول عن الحامضية مين قصاده عكسه؟ بوتاسيوم خا كا لوية كاليوم ده قصد الجنب انتهى 100 مرة ولا حد يكتب
وهتروحوا تطلعوا برضه بره الوصف الاخر ورقوهم على ان الكلمه لكم ما عدا العبد الله. الكلمه دي الله بكتب دي دي عربي من مفاخر العرب ان هم اللي عرفوا ان الهيدروجين مسؤول عن الحموضيه والاصابع والفتات مسؤول عنها. طب الانفاس عكس مين؟ عكس مين؟ عكس الهيدروجين. ده قلوي الهيدروجين حمضي يبقى مين؟ يشتغل بأسل البوتاسيوم اللاذع اللي هو الهبل اللي الهبل عكس البوتاسيوم. ده هبل حامضي وده قرن هالي اللي هيكس البوتاسيوم. يبقى المالح الماله يفتح الفرن. اللاذع الهبل عكس مين؟ عكس البوتاسيوم. هبل عكس البوتاسيوم. اما ال حلو هو اللي بيشتغل الطرفين يفتح الفرن من البوتاسيوم. الأخيرة بقى البيتر حلو سويت ايه حلو يعني حلو يعني محمد حلو مثلا اللي كان ده المهم ده بيشتغل بطريقة ثانية خالص بص ده بيشتغل بطريقة بص ينتهج انه يطلع اللي في كول فرايت وسويت هو ده اللي كان اللي يمسك في الجسم اللي هنا فتح كاسر يعني نوع من كاسر مش كان هاي خط الجيت ان انا ليه؟ مين الفكر من ناس الجار ومشتغل الكاسر هو ليه البيت على الكاسر كاسر كول فاو بيت التريس وعليك الوقت ايه بقى اللي هما كاتبينه دلوقتي يا دلوقتي دلوقتي بقى انما الان كده كلمات مقطعه يقول لك ده بيفتح كتب ده بيقفل بوتاسيوم ده بيفتح صوته ويقفل بوتاسيوم ده بيشتغل مش الجوكا ايه علاقه الكلام ده بيليك الكلمه بسيطه مفيش لان انا بحس ده بيتكل ومش مخها اللي بقوله انشوف لا يمكن ان مخها اللي بقوله وهنشوف شعر المشكله يعني هو مع بعض نقولها تاني احنا فكرناها من الاخر ما عشان يحصل ليك الكبده التوظيفه لازم يبقى فيه ايه؟ ثانيه عشان ما يدخل من كام شانل ليه؟ يا ليجن يا بوبي يعني ده بيبقى فيه ايه؟ ثلاثه من الاربعه بيفتحوا البوب الجد الثالثه من كام؟ يجيب نوزيشن اللي بيدخل صوته هنا يجيب نوزيشن مين؟ يبقى يفتح الصوت يوم الصوت يوم ورايح طب مين يعني في البوتاسيوم ده يجيب نوزيشن؟ العكس اللي هو حاجه الوزاج طب مين يفتح صوته ويقف بوتاسيوم؟ البيت حلو اما البيت ما بيشتغلش الحالة الثانية اللي هو من صوته لا يفتح بوتاسيوم ولا دي كورديشن ولا اي حاجة ولا حاجة حاجات كده ما تشتغلش احنا بنتكلم عن حاجة تانية عشان تبين غلوات الأوازع يعني كان في حاجه من الحاجات اللي هي